من كل واحد من حضراتكم طريقة للحل. هبدأ بحضرتك عشان اتفضل يا فندم، وبعده عم راشد. يا فندم، أنا مأجر 5 فدادين من الأملاك. كان والدي مأجر قراط، ولما جاء قرار فسخ العقد بين المالك والمستأجر، احنا نزلنا مهندسين من الأملاك قاسوا بقية الأرض، طلعوا 5 قراريط. ال5 قراريط دول أنا دافع السنة اللي فاتت دول إيجارهم 1600 جنيه في الأملاك، والبيوت اللي هي مخالفة ديت الأملاك بتاخد عوايد بتاعتهم والإيجار وقايسينها له بالمتر. كويس. وبياخدوا حقهم. كل الناس بتعمل كده. احنا ما بناكلش حق الدولة. كويس قوي. احنا محرومين من حاجات، وجم قالوا ضريبة العقارات، قلنا امين. طب احنا عندنا ايه عشان ندفع ضريبة عقارات؟ لما انا فاتح دكان بسترزق منه عشان خاطر معايا 5 6 عيال ااكلهم وعشيه، وتيجي تعمل لي 500 جنيه. طب نحلها ازاي؟ نحل المشكله اللي احنا فيها؟ الحكومه تحلها، الحكومه تيجي تقعد معانا وتحلها. طيب. اللي لهم ياخدوه، احنا مش معارضين على اللي لهم. كويس. ونرفع لهم القبعه، ليك 30 متر في البحر نسلمهم لك 30 لا متر. ومش بس مش حضرتك ترفع لهم القبعه، انت فوق راسهم لانك مواطن، الحكومه مفروض ترعاك. احنا مصريين ولا غير مصريين؟ مصريين. طيب يعني اسمع عم راشد. اتفضل. يعني عم راشد، القرى والنواجع في الصعيد اتعملت لها مجاري، واتعملت لها طرق، واتعملت لها مدارس، واتعملت لها مستشفيات، لان صعايدة. اما هنا ناس شوية فلاحين دوس عليهم باللودر وماشيين. لا لا، محدش يقدر يقول كده. هو برضو زي ما قال الحاج محمد كده، ان احنا محرومين من هنا من خدمات كتيرة. طب انتوا مع مخطط للتطوير، انتوا جزء منه؟ يعني لو الدولة عملت مخطط تطوير كبير انطور، واحنا في قلب البلد مرحب بها. طيب اسمع حضرتك يا عم، نحلها ازاي؟ فندم التطوير ده المفروض يكون لاهل البلد بس. لا انا معايا مثلا لينا كلنا بقى. بس لحظه واحده بس، يعني لينا كلنا. ليها 60 ليها 60 فدان مثلا، الناس دي قاعده عليها فعلا بتزرع فيها. طب ما يجي يقنن الناس ديت ويسيب الارض للناس. لا احنا اتفقنا على مبدا كلنا نستفيد، صح؟ اللي هيطلع من هيروح فين؟ ما انا اقول لحضرتك حاجه، لو انا يعني البلد نفسها عملت مشاريع، انا بفترض، انا ما اعرفش، واحنا عندنا مشكله ان الحكومه لازم تقول لنا بصراحه هي عندها مشروعات وتطوير ولا ما عندهاش، وايه المشاريع دي، واهالي المنطقه دي هيستفيدوا منها ايه، والبلد كلها تستفيد منها ايه. لان لو احنا قلنا للناس الطيبين دول والله يا جماعه احنا هنعمل مشروع هنا، هنشغل اهالي القريه دي او الجزيره دي، وهيبقى في عائد يعود على البلد او الحكومه، انت هتقولوا لا. انت تقول لا. تعرف يا فندم ان احنا البلد دي الوحيده مش مالهاش اي عيب على الحكومه، كل مكتفيين بكل والله اتفاق ذاتي عندنا جميع المهن شغاله، دكاتره مهندسين عمال كل المهن شغاله. طيب اختم بحضرتك يا عم احمد، ياخد من الحكومه حاجه. اتفضل. احنا زي ما حضرتك اتكلمت، احنا ما عندناش مشكله في التطوير، بس كوي. التطوير ده اهل البلد اول ناس يستفيدوا منه. عندك حق، لو الناس هتستفيد من التطوير ده احنا ما عندناش مشكله. طيب. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول لحضرتك، ان يبقى في لغه الحوار بيننا وبين الحكومه، يعرفونا التطوير ده نوعه ايه. عندك حق. الحاجه الاخيره تقنين وضع الناس اللي هي عايشه على المكان ده، ويعرفوهم مصيرهم ايه. طيب اتفضل يا فندم. حضرتك هو ما فيش غير ان احنا نقعد على ترابيزه المفاوضات. حاجة أخيرة هضيفها لحضرتك، إن إحنا اللي بنى في بيته، اللي بنى على أرض زراعية، ده بني في أرض بوعود مسجلة من أيام المحاكم المختلطة، فدي أرضنا، أرضنا وعرضنا. هنتكلم بالقانون بقى؟ أنت راجل. حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، القانون، القانون هو ينظم للعلاقة بالظبط بين الفرد والمجتمع داخل الدولة، صح؟ صح ولا مش صح؟ حضرتك لا ضرر، حضرتك لا ضرر، أنا لسانس أدابي. لسانس أدابي. حضرتك لا ضرر ولا ضرار على صح. راسنا. صح. بنقول تاني لا ضرر ولا ضرار على راسنا، مفيش مشكله خالص. طيب مش احنا متفقين ان احنا كلنا عايشين في بلد واحده والقانون يطبق علينا كلنا؟ يعني لما يجوا يطبقوا قانون على ناس زيكم ويسيبوا اغنياء واصحاب رؤوس اموال قاعدين كده عاملين فلل وحاجات، تمام، الله يبارك لك، ما ينفعش. تمام كده حضرتك اتكلمتي. لا نتكلم واقول لحضرتك حاجه كدا. الرئيس نفسه اتكلم في ده، كله يطبق على كل الناس. بس يا رب يا رب، في جزر يملكوها ناس لواءات وناس كبار محدش يقدر يروح عندها. صدقني صدقني كل ده هينتهي، بس هي ازمه ثقه بس. استاذه رشا، يا رب المعلومات توصل بمصداقيه لسياده الرئيس، نتمنى.
لكن كل المعلومات مغلوطه كل المعلومات مغلوطه بنسبه مش 50% 100%. طيب لكن لو وصلت صح بتهالي مش هيبقى. واحنا جينا نقعد معاكم النهارده يا عم حسين عشان صوتكم ده يوصل. عم محمد بس عايز يقول كلمه. اه طبعا عم محمد على راسي من فوق. انا اشكر الرئيس وبقول له بصلنا بصه بس، وبقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا.